رجاء من الكساسرة الكرام ربط الأحزمة، حان وقت الإقلاع. هلا بيقولوا الكسار عم بيعمل دعاية لليبتون والدولارات أكبر دولارات الحمد لله. ألو ألو أخي، معك 100 دولار لآخر الشهر؟ لا شكرا. يا أهلا وسهلا فيكم في جديد مع الكسار، لا تنسى زر الجرس اللايك الكومنت الاشتراك and let's go يا بيبي. يا كبير يا معلم، بما انه الارتست كلهم مشغولين حفلات وصيف وكذا مزة وحركات يبا، والكسار عم بيعمل رياكشن وما عم نعمل فلوس كوبي رايت اكلنا. على كل حال طلعت لكم فكرة old is gold يا بيبي. كيف يعني؟ يعني خلينا نقول 6 ايام مثل ما هني ورا بعضهم حنزلكم كل يوم فيديو بس بتركات اقدام. لهلأ الناس بعد عم تحكي عنه، يعني من 4 و5 و6 و7 و8 سنين نزلت هاي تركات، بس العالم لهلأ قاعدة عم تسمعهم. old is gold معلم، هذا الفيديو رح ينزل هلأ على الانستغرام، رح حطلكم هلأ. اسألني شو بدك تراك تكون قديمة old but gold، يعني من كذا سنة لورا وبعدك لهلأ بتسمع. حتحضروا هيدي على الانستغرام، روحوا على الانستغرام عملوا لي فولو، وهيدا اسمي على الانستغرام او من هون هيدا اسمي على الانستغرام. وبلا ما طول بالحديث اكتر فلنجعلها حريقة يا كبير. حمزاوي مد امين حـومـاني كافون كافون المحبة صنعك يا ربي والكرة حسنان صنعت الناس نسيانهم نعمة يا ربي، بغض كذب حز يقتل الاحساس. امانة يو امانة يي المحبة شيخة للمالي قاعدة عقار كم يلي يجي ليل ولا نهار. حـومـاني 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 قاعدين نعيشوا كذبة عفيف وبالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا. لحظة 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 لحظة، شو قال هون؟ عفيف وبالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا. يرحم اهلكم، بتفسروا لي اياها بالكومنت هيدا المقطع شو عم بيقول فيه. عفيفو بالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا. دي فقر نقر ماما مانجو مكر نقر ماما هوني خنقة برشا غمة. اوه فات كلام جد كلام في الظليمة ما فما سلام، لومتني كيما فما ملام رسم الدانكز ديما قدام. بتبيعتو الدور وفي جيبي ما خلاش الهف، بتبيعتو صغري كبري تعدى شيخة مخي خف، بتبيعتو راسي زمزن كمل عزي روح لف. عنا كان ضربين صباح موش الناس كل قرار هوني تاكل بيت هون. يعني اسم التراك مظبوط 100% حـومـاني، هي اللي جاي من كلمة حومة يعني ولد الحومة، يعني الإنسان البسيط الإنسان مش البرجوا ما عنده البرجوازية إن يبا دي لاجون، عرفتو ما في مصاري بس العيشة مستورة. وقعد عم بغني لك عن هيدا الموضوع. هيدي التراك ما بعرف كم سنة صار له بس من حقها تكون old but gold صراحة. نتأكد لابو شمات لي ما عجبو يتكلات هوني كلها كيف كيف نمبر وان يا عفات. هوني مازال العرض قديم يمتع الله يا البريم هوني لام الدم بهيم ليبو زكار الرحيم هوني نهار العيد مسرحية الزعيم. هاني ندبهم حـومـاني 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 بس تسمع كافون بتحس حالك عم تسمع بوب مارلي بس هيدا العربي، يعني المفروض سموه بوب مارلي العرب كافون.
لك البيت، البيت هون رهيب. زنجة الشيطان ترى ولاد الحومة لك شمعة ما تحل شختك اختار في حتى من ربع ساعة ولي تلك عم شربة يولي ينفخ عالصلاة عيشة درغة منقص قاطة بلدي مدلة شوكولاتة يزي من دمعة سيالة يزي يزي من لفالة يزي مكلة الوكالة قداش من واحد فينا لعبوا له لعبة شنجالة ولا بجنب بحيط نمالة على كل مجالة تجست قرب ما تحلبت الرجل كينا في القلب ما عدش تاكل لغة الدرب بدني مخي تخلب غنب. ماد أمين عنده فلو رهيب يعني فوق البيت انت عم تسمع بيت تاني، فوق الموسيقى عم تسمع موسيقى تاني. ما ان شاء الجو اللي بعيشك يا هنن تكون قاعد انت حاطط حمانة يا كبير، تانك ليبتون حلال، سيجارة حلال، وقاعد عم تسمع هذه التراك. شوف ملا دماغ بيعمل لك ايه، شوف ملا فايب بيعمل لك ايه. مان عم تفهم علي كبير؟ ظالمني بيح وكلب ادخل لحو مناتي قرب من ريحتك لعبة تتهرب كيف حيح خدوات زرب لبدا كانت الناس خايفين خايفة كانت الناس لبين لا تحب لا تمنى خانك الزمن هوني ما فهم على فهم على فهم عشنا طحنا قمنا نلقى وروحنا في الدربو تحبونا شك يا اخي اسمعوا اسمعوا خطوات زرد لبدا كانت الناس خايفين خايفة كانت الناس لبين لا تحب لا تمنى خانك الزمن هوني ما فما لا فما لا فمنا عشنا طحنا قمنا نلقى وروحنا في الدربو تحبونا شكون نسبو تشكون تحبونا نسبو يا نندبهم راك مسكة راك لاسكة راك سمعت الحمى تشيخ شراسكة راك مسكة راك لاسكة راك سلعة كالحمى تشيخ شراسكة كفون حوماني مد أمين وكفون مان حوماني عشت كعيشك عيشكم انتو الاثنين كفون وماد امين. والله اول مرة بسمع انا هيدي تراك. وين كنتي وين مختفي من زمان عم بيقولولي اعمل عليها رياكشن. هيل شو هالفن من حقكم سموها old but gold. برجع بقولها موضوعها كتير ناس حكت عنه بس هول الجماعة عطوك موضوع مع فايب يعني بتقدر تسرح بخيالك انت عم تسمع. ماد امين عنده تكنيكس بالفلوات رهيبة. لحظة شابو با يا كبير. انا اسف ومتأسف وكل احد لم يسمع هذه التراك سابقا لازم يكون اسف ومتأسف لانه هذه تحفة فنية المفروض تنسمع، المفروض يكون نشيد وطني اصلا. تتخيل انت النشيد الوطني يكون تراك ريجي مع كافون وماد امين اسمه حوماني. توقف بالطابور الصبح انت بالسكول بالاكل قلت له حوماني حوماني اخ لك ربي يسعدكم. لا تنسوا تروحوا على الانستغرام تعملوا لي فولو، راح احط انه شو بدكم تراكات اولد بات جولد من هذا النوع اكتبوا لي اسمهم وانا بجمع عندي بشوف شو فيني اعمل. انا بهيدا الاسبوع اكتر تراكات بيطلع اسمها راح اعملها. وكان معكم ابو الكسار سير الكسار اخوتي. نرجع نذكركم لا تنسى اللايك الكومنت الشير الاشتراك يا كبير دعمونا ربي يسعدكم and let's go يا بيبي. حوماني 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 ايه باب المطر حلو باب المطر حلو